عسلامة. عسلامة عسلامة. بالخارج مرحبا بكم. اليوم ريسبسيون في تونس، إيسكم زلت تحسوا بالأجواء كما قبل ولا؟ لا ما عادش كما بكرينا، أنا ولينا تو بعناك تويك سناك يروحنا يعني، ما فماش أجواء كما العادة. إن شاء الله ترجع كما قبل. إن شاء الله. معناها زيارة لتونس وتعديوا الفاكونس نتاعكم، شنو البلايص اللي تمشوا لهم، وين تحوسوا، شنو الحاجات اللي تتوحشوهم؟ احنا كي نروحوا عندنا ولاية بنزرت نمشوا لمنزل جميلك، واحنا جميلية، وعندنا الرمال، عندنا البحر، غاديك نمشوا لغاديك، ما عندنا سنة ما عندناش ومش نمشيو، كل شيء مسكر. شنو اللي تشوف فيه تبدل في السياحة التونسية معناها كيما قبل 20 سنة 15 سنة التالي؟ ما عندي ما نقول لك، خاطرش انا ما نخرجش برشا، اصلي بطبيعتي كي نروح لبلادي ما نعرفش حاصيلو، وبعناك عنا عامين توا بالكوفيد والكل، مش نقول لك، ما عندي ما، ان شاء الله خير وكهوا، ان شاء الله تتقدم. تحس الاجواء التونسيه مازالت كما هي ولا لا؟ ما فما في مناطق اي بالطبيعه، ان شاء الله ما تتنحاش، ديما تقعد الاجواء التونسيه موجوده، هذيك بلادنا نفخروا بها احنا زادا. في الخارج ولا في الداخل هي شنو اللي كنت قبل تلقاه في كي تجي للعطله نتاعك تعديها في تونس وتحس توا تنحات وما عادش موجوده وتتمنى انها ترجع؟ هي الامان، الواحد ما عادش عنده امان كي يروح، يخاف من كل شيء، يخاف كرهبته وين يقريها، يخرج بساكو، ما عادش فما امان يعني، في كل بلاصه تخاف يعني، ما تعرفش يعني، الفغاكاج اللي كثر في كل شيء، تولي تكون ما عادش فما برشا سيكوريتي، لازم ترجع لسيكوريتي كما كانت قبل. كل معيشة هوني في تونس تحسها كيما قبل، معناها لورو كي تجيبو لتونس مازال يقضي لك كيما قبل ولا لا؟ بابا نحن خاطر في المواطن بالخارج نقول لك الحق، كي نبدلوا ما نحسوش المعيشة، أما كي تمشي تقضي هي بالطبيعة، اليوم هما كيفاش عايشين هنا يا ربي يعطيهم القوة، احنا باللي باش نكونوا نبدلوا فلوس سافا نقولوا عايشين، من في الخارج ولات أرخص من تونس يعني، وغادي تعيش بالرخيص تعيش بالغالي، من في تونس مساكن الزوالي كيفاش يعيش؟ تحس تونس تبدلت عليك؟ غليت برشا وتبدلت برشا. الزوالي يموت. والله. الزوالي يموت، كان ما عندوش فلوس يموت. الحاجة اللي تحسها تبدلت في تونس وتتمنى انها ترجع؟ كل شيء تبدل، لا مونتاليتي نتاع الناس، تونس تبدلت. بلدت من بن علي. وقت بن علي مشى سيد بدلت. التونسة ما عادش كيما قبل. احنا ولادنا نظن ما عادش يحبوا يروحوا بعد لتونس، احنا قعدنا الكبار احنا نجموا نروحوا، مي ولادنا يبريفير يمشوا لبلدان اخرين، تجيهم ارخص ديجا الفواياج نتاعنا، ما يرخصوناش وغالي، وبعدكش الجن نتاع تو يحبوا يحوسوا. احنا نحطوا فيهم العقيده نتاع تونس، ما ان شاء الله نخلطوا، ما نظنش باش كان باش تقعد هكا تونس، تجي في الديوانه يهبطوا لك ويقول لك ادفع فلوس، يقولوا تنحات، مي راجلي جاء قالوا له اعطي حويجه ما عطاش كرهبته هبطت في القاع، يعني الواحد كي تحس هكاك تقول انا الواجهي يعني باش يرمدوني. لا سي سا، مي على خاطر بلادنا ونحبوها نجيوها احنا الكبار. احنا نجيو الكبار. فوالا، اما الناس نتاع بعد ما نظنش، كان ما تبدلش تونس جو بونس با. تقول انت كان تونس ما تتغيرش نحو الافضل ويرجع فيه الامن والامان والاحترام، الاولاد الجيل القادم مش يجيل تونس في الفاكونس نتاعو؟ وي يفيان با، سيرتو لي جون مي يفيان با، يفيان با. ديجا غين كو دونتخي في الديوان هكا. ديوانا السامدي انا جيت طلب لي عليا 40 يورو، قلت له نو ما نباتش 40 يورو، قعدنا نستنى ابري جي لي دوني بور سورتير. فوالا ان جون يبا فوار سا اي فيان با. قول انت ريسبسيون في تونس سي موفي، الناس كل سي دي فولور، فوالا توت يفو دير سكي اي تو الموند يفو راماسي لا بلاس الي بيل سي تو، لا بلاس هي تخو بيل، تو الموند يفو لا بلاس. ما عادش مادام الاستقبال كيما قبل، تحس فماك القيمة وفماك الوهرة مواطنينا بالخارج، تحسها توا ما عادش موجودة. مثلا كي تخرج من الخارج يقول لك بون فواياج مادام، تجي تخلط لتونس ما عم با حتى مرحبا، يغزو لك في وجهك هكا وتعم باسبور اون ديغي جاية وين؟ أنا جاية لبلادي كومين. ينجم يقول مرحبا بكم في بلادكم وضحكة ولا. أما ما فماش هذاك الاستقبال، يعني تروح على خاطر عندك عائلتك عندك بلادك تروح. مي سينو عايش في الخارج خير مني. واحد تونس سي مالوغو ادير
C'est malheureux, mais il faut comme avant, un dictateur, c'est tout pour que Tunis soit droit. Et c'est malheureux à dire. Monsieur, انت تشوف اللي الاستقبال في المطار او في البورت يعني تبدل على قبل ولا خايب برشا سيرفيس؟ Est-ce que service c'est la même chose, ça a été toujours la même chose. Est-ce que service البرا مع العباد ولا في الوتله وين تعملوا الفاكونس est-ce que مازال باهي ولا لا؟ نحكي لك البارح مشينا في بازار مشينا ناخذوا جاتو. On dirait que quand on est allé pour acheter le gâteau, on dirait qu'on embêtait les serveuses. حتىش احنا ولفنا بالخارج الاستقبال ولا هنايك شو تحب شو تقادي يعني فهمتني؟ دخلنا في المجازة on aurait dit qu'on allait voler les gâteaux. On les achetait. Et la femme, elle avait une gueule. Elle était malheureuse de venir travailler, quoi. C'est malheureux à dire, mais pas un sourire, rien. Voilà. Ça, c'est pas bien. واحد يلزم واحد يستقبلنا بضحكه احنا بيدنا نحبوا بلادنا ونحبوا العباد يستقبلونا. Si ان شاء الله نكونوا احنا جينا نقوي شويه في الايكونومي التونسيه. فما مونك نتاع كومونيكاسيون ولا لا؟ وي فما. وي بوكو فين نمشيو؟ فين نمشيو؟ في كل بلاصه نمشيو. يا توجور ان مونك دو كومونيكاسيون، ان مونك دو ريسبي. سي بون. مي بون فماك الضحكه والابتسامه وكل الاحترام وكل اللي تحس بروحك معناها انت فرحان في بلادك وتعدي فاكونس مزيان. روحوا على خاطر عائلتنا وروحوا عندي فرح بنتي. روحت حبيت خاطرش امي هنا باش تفرح ببنتي ولا راني فرحت في الخارج. ولا يعني حسب هكا حسب ما نشوف معناها نظرتك للمستقبل في تونس شويه شويه تندثر وما عادش العباد تروح لتونس. انا نقولها من ولادي منش حتى من ولا من ولادي نظنش بعد يحبوا يروحوا كو سا سي سيو. احنا نبنيو ونكونوا في البلاد بوغيان ما عندكش ما يحبوش باش يروحوا. حسب رايك مدام شنو الحلول اللي تنجم تقترحها باش ترجع البهجه لتونس وترجع الاولاد تروح لبلادها واولادكم والاجيال الاخرى معناها تجي لبلادها وتعدي الفاكونس في بلادها تنفع بلادها خير ما تنفع دول اخرى؟ بالطبيعه يلزمهم يشجعوا الشباب باش يروحوا ويعملوا لهم مش مشاريع بقى. يجموا يعملوا ديبتي مشاريع يشجعونا باش يحلوا مشاريع في تونس وهكاك يحبوا بلادهم يعملوا حل هنا وحل غادي من احنا نعاونوا بلادنا وهما زاد يوليو يحبوا يجوا لبلادهم. يفوك يحطوا حاجه المواطنين بالخارج يعملوا لنا حلول هما يلزمهم مش احنا ما عندناش حلول احنا نجيو وكا هو. شنو اقتراحاتك ربما الموضوع؟ يلزمنا يشجعوا المواطنين بالخارج يسهلونا زاد يطيحونا شويه في البخي باش نجموا نروحوا خاطرش فما عائلات يعني لي بخي 500 غو بور فينيغ كان عندك اربع خمسه خشاش تي بو با فينيغ. يعني لازمهم يعملوا حاجات للي عائلات حتى مش اللي بلابس عليهم هكا يروحوا ما يعملوا للعائلات اللي ما عندهمش مش خاطرش عايشين في الخارج كل اللي عندهم الفلوس. ماروك والجزائر ماروك والجزائر ماروك والجزائر ماروك بور 50 يورو تعمل لا روتور بور ماروك لا يتفوت 200 يورو اي انكور 200 يورو بور فار لا روتور ماروك 50 يورو لا روتور 500 انت نعمل في الماروك سا يعني يشجعونا يرخصونا في البي ام تاعنا وباش يستقبلونا ولا ويعملونا سياحه مش كما سياحه الخارج السياحه الداخلانيه ارخص يحسبونا احنا زاد ولاد بلادنا ويطيحونا مش خاطرش عندنا لورو. انت معنا توا كي تجوا في فاكونس تحسوا رواحكم كانكم غرباء ماكمش ولاد بلاد؟ يقولونا في فرنسا احنا غرباء وفي تونس زاد شمعت شنو وفي فرنسا يقولوا اترونجي يعني ما لقيناش الوسط يعني هنا مش في بلادنا وغادي مش في بلادنا، ما غادي بالعكس يحترمونك. يعني تخدم على روحك وتعمل كل شيء محترمك. مي في تونس. ما حاجة توجع أنك في بلادك تحس روحك غريب. غريبة بالطبيعة، غريبة. مي الحمد لله، تقعد بلادنا على رؤوسنا من فوق، تونس. إن شاء الله مدام يجيو الأولاد يزوروا تونس. إن شاء الله، نعيشك باهي.